الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويقول سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول رب العزة عز وجل في كتابه العزيز: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله هي الجنة. والشهادة اجتباء واصطفاء واختيار وفضل ونعمة ومنة من الله عز وجل القائل: ويتخذ منكم شهداء. فهو الذي يختار وهو الذي يصطفي، وما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيستشهد 10 مرات لما يرى من فضل الله عز وجل عليه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يتمنون الشهادة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة أو من طلب الشهادة أو من سأل الله الشهادة بحق وصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وهذا الصحابي الجليل سيدنا عمرو بن الجموح أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات أعدائه يوم بدر،
وكان رجلا كبيرا وكان أعرجا، فذهب أبناؤه لإثنائه وقالوا نحن نكفيك، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج. فلما جاء يوم أحد عاد رضي الله عنه أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبناؤه نحن نكفيك، لقد رخص لك النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لهم؟ قال لهم منعتموني الجنة يوم بدر، لم يقل منعتموني القتال، وإنما قال منعتموني الجنة يوم بدر، والله لا تمنعوني إياها اليوم. وأصر وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله من قتل اليوم دخل الجنة؟ من قتل منا اليوم دخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال والذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي اليوم حتى أدخل الجنة. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب لا تأتل على الله يا عم، لا تقسم على الله، وهذا فعلا من الأدب مع الله. لكن ماذا كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي علم أن هذا الموطن من المواطن التي يعبر فيها عن الصدق، فالرجل لا يأتل على الله وإنما يعبر عن صدق عزيمته. قال له لا تأتل على الله، هذا سيدنا عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، اترك، هذا موقف من المواقف التي تحتاج إلى بيان العزيمة القوية، دعه يا عمر، فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره. عندما يتمنى الإنسان الشهادة بالصدق في مثل هذه المواطن ويعاهد ويبايع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح يخطر أو يخوض بعرجته في الجنة. وليس شرطا أن تكون هذه العزيمة عزيمة القائد الكبير، بل قد تكون عزيمة الجندي الذي لا يعرفه أحد، جندي من عامة الناس ومن أقاصي الوطن ربما لا يعرفه، فيصدق الله فيصدقه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، لا يعرفه أحد، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. وجاء أحد الأعرابي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه، أسلم، ثم هاجر، ثم قاتل إلى جانب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الغنائم فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم بسهم بحقه في الغنيمة، لكن الرجل حمل هذا السهم وعاد به إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الصحابة أن الرجل قد استقل عطاءه أو عده قليلا على ما بذل من جهد ومن تضحيات. فجاء الرجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع ما أرسل إليه وقال يا رسول الله ما على هذا بيعتك؟ يا رسول الله ما على هذا بيعتك؟ ولا على هذا اتبعتك؟ ولا على هذا هاجرت معك؟ ولا على هذا قاتلت معك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما بيعتني؟ وعلى ما اتبعتني؟ وعلام هاجرت معي وقاتلت معي؟ قال يا رسول الله بيعتك واتبعتك على أن أقاتل معك، فأرمى
بسهم ها هنا ها هنا، وأشار إلى عنقه، فأقتل فأدخل الجنة. ولم تلبس سوى أيام قليلة، وكان يوم من أيام ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه. خرج الرجل فقاتل قتال الأبطال، وما أن انتهت المعركة حتى أتوا بالرجل شهيدا. ويبدو كما قلت أن الرجل لم يكن من وجهاء الصحابة ولا من كبارهم، إنما كان من عمتهم، من عمة الجند. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: أهو هو؟ أي هذا الرجل الذي جاءني وقال كذا وكذا، أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد السهم قد أصابه في المكان الذي أشار إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، صدق الله، فصدقه الله، صدق الله، فصدقه الله. اللهم إن عبدك هذا قد قاتل في سبيلك فمات شهيدا، أن على ذلك شهيد. أي شيء أعظم وأي شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ اللهم صدق الله فصدقه الله. اللهم إن عبدك هذا خرج في سبيلك فمات شهيدا، أنا على ذلك شهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يبلغنا منازل الشهداء، وأن يحفظ أوطاننا من كل سوء. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. هذا عن فضل الشهادة والشهداء، فماذا عن أسر الشهداء وأهلهم وذويهم؟ ماذا عن حقهم وحقنا؟ حقهم أن يكرموا وأن يكرموا وأن يصانوا وأن تقضى حوائجهم. هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. استوقفته امرأة شابة في الطريق فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي، مات موتة طبيعية، لكن له فضل القتال وفضل الجندية وفضل الحماية. قالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك لي أطفالا صبية صغارا، والله ما ينضجون طعاما، وليس لهم زرع ولا ضرع، والثروة آنذاك كانت إما في الزراعة أو في تربية الماشية، أي أنهم لا مال لهم. هلك زوجي وترك لي صبية صغارا، والله ما ينضجون طعاما، وليس لهم زرع ولا ضرع، وأخاف أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: مرحبا
بنسب قريب، ثم أصعد إلى بيته فأتى بجمل ظهير قوي وحمل عليه حمولتين كبيرتين من طعام، وجعل بينهما ثيابا وكسوة ونفقة ومالا، ثم جاء إليها فأعطاها بزمام أو بخطام الجمل وقال: خذيه بما عليه، لن يفنى ولن ينفد حتى يأتيكم الله بخير. أي أنه تكفل بها وبأبنائها وجعل لها نفقة ثابتة. فقال له أحد الواقفين: أقصرت لها يا أمير المؤمنين، أعطيتها كثيرا وزدت في إكرامها. فقال له سيدنا عمر: ثكلتك أمك، إنها بنت خفاف بن إماء الغفاري، لقد رأيت أبا هذه وأخاها وقد حاصر حصنا يوما حتى فتحه الله عليهما، فما زلنا نستقي أو نأخذ سهامنا منه. إنها صاحبة فضل، إنها ابنة بطل، إنها ابنة رجل جاهد وقاوم ودافع حتى بنينا هذه الدولة، فهذا حق أسر هؤلاء الأبطال أن يكرموا. والحقيقة لقد شعرت بفخر كبير أمس في احتفالات الشرطة بعيدها الوطني، وأنا أجلس إلى جانب هذه الأسرة المصرية الأصيلة. كان لي شرف أن أجلس إلى جواري أسرة الشهيد العميد وائل طاحون، زوجته الفاضلة وابنته التي هي أيضا زوجة شهيد، وحفيدته التي هي حفيدة شهيد وابنة شهيد، وتدفع الأسرة ببطل سالس إلى ميدان المواجهة. مثل هذه الأسرة هي التي يفتخر بها، وهي التي تمدنا بروح كبيرة، ونحن ندرك أن هناك مئات بل آلاف بل عشرات الآلاف من الأسر المصرية، سواء من أسر الشهداء وذويهم أم من غيرهم، على استعداد لأن يدفعوا بأبنائهم وأنفسهم رخيصة في سبيل هذا الوطن. هذه الروح تذكرنا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مصر: إنهم وأهليهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. ونقول لبيك يا رسول الله، فنحن وأبناؤنا وأهلونا وكل من معنا على العهد في رباط إلى يوم القيامة. هذه الروح، روح الإباء، تذكرنا بمواقف النبل والإباء والشهامة. فالدفاع عن الأوطان وعن العرض والكرامة، لو لم يأتي به دين لكان الإنسان الأصيل الكريم يقدم نفسه دفاعا عن وطنه، فما بالكم وهو من صميم الدين. هذه عربية، امرأة نعي إليها أبناؤها السبعة، سبعة من أبنائها قتلوا في معركة واحدة. فسألت: أقتلوا مقبلي أم قتلوا مدبرين؟ قالوا لها: قتلوا مقبلين. فقالت: الحمد لله. ثم أنشأت: أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم، أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم، ولم يبتغوا من خشية الموت سلما،
أبوا أن يفروا، الشهامة والرجولة والمروءة والنبل والأصالة، أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم، ولم يبتغوا من خشية الموت سلما، ولو أنهم فروا لكانوا أعزة لقلتهم وكثرة عدوهم، ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما. أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم، ولم يبتغوا من خشية الموت سلما، ولو أنهم فروا لكانوا أعزة، ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما. ويقول الآخر: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم، يوم واحد، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، ولا ثوب البقاء بثوب عز، فيطوي عن أخي الخنع الراعي. سبيل الموت غاية كل حي، سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. وكان عنطرة العبسي يقول: بكرت تخوفني الحتوفة، كأنني أصبعت عن غاد الحتوف بمعزلي، فقني حياءك لا أبا لك، واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتل، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. وسيدنا خالد بن الوليد بعد أن قاتل ما قاتل في الجاهلية، وجاهد ما جاهد إلى جانب سيدنا رسول الله، يقول: ها أنا ذا، ها أنا ذا، لم يبقى في جسدي موضع شبر إلا وبه ضربة بسيف، أو رمية بسهم، أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا قرت أعين الجبناء، فلا قرت أعين الجبناء، فلا قرت أعين الجبناء. الأبي يقول، هذا عمرو بن كلثوم: أبا هند فلا تعجل علينا، أبا هند فلا تعجل علينا، ومهلنا نخبرك اليقين، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، فإن قناتك يا عمرو فاعلم على الأعداء تأبى أن تلينا، قناتنا لا تنيل لأحد، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وزهر البحر نملأه سفينة. الإنسان الأبي، الأبي كما يقول شاعرنا مع تعديل في بيته: أخي أيها المصري الأبي، أخي أيها المصري الأبي، لنحمي الكنيسة والمسجد، أخي أيها المصري الأبي، لنحمي الكنيسة والمسجد، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. أخي أيها المصري الأبي، لنحمي الكنيسة والمسجد، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. ولا خير في الدنيا، ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق يصر أو عدو يحزن، فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يغيظ الأعادية. ونؤكد في هذا الوقت وفي كل وقت أن الالتفاف خلف قيادتنا السياسية، وخلف قواتنا المسلحة الباسلة، وخلف شرطتنا الوطنية، هو جزء من صميم عقيدتنا، فهم يدافعون عن الأرض والعرض والدين والكرامة، وأن الاصطفاف صفا واحدا خلف جيشنا وشرطتنا هو واجب الوقت، وهو واجبنا جميعا، ويجب أن يكون الشعب المصري كله كما قال سيدنا رسول الله:
فاتخذوا منهم جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض وإنهم وأهليهم وزويهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. يقف أهل الجيش والشرطة على الميدان وكل منا جندي في ميدانه، الطبيب يعمل لصالح وطنه في مكانه، والمهندس والمعلم، وواجبنا جميعا أن نبني وطننا بناء متكاملا كما يقولون: عين تبني تحرس ويد تبني وتعمر. فديننا دين البناء والتعمير، سائلين الله العلي العظيم أن يحفظ جيشنا وشرطتنا وقائدنا ووطننا ومصرنا من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد مصرنا بسوء فردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه لا له. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا ولا سامعا لنا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، واجبرنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، وبلغنا منازل الشهداء. اللهم بلغنا منازل الشهداء، واسقنا عند الحوض بيد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تولى أسر شهدائنا، اللهم ألق السكينة على قلوب أمهات الشهداء وزوجات الشهداء وأبناء الشهداء وأحفاد الشهداء وأحباب الشهداء. اللهم اجزهم خيرا بما قدموا، اللهم ألحقنا بهم خير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين، وثبت أقدام جنودنا جيشنا وشرطتنا على الحق، وألق السكينة في قلوبهم، وألق الرعب في قلوب أعدائهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.